بدت الحياة هشة حقاً مع جائحة كوفيد-19، إذ تعرض الكثيرون حول العالم للخطر. هناك خطوات بسيطة يمكن اتخاذها لجعل الجميع أكثر أماناً أثناء الوباء، خاصة في المناطق المزدحمة كالأسواق. وضع كمامة في جميع الأوقات، الحفاظ على مسافة أمان جيدة، وضع النقود على الطاولة وليس في اليد مباشرة، تسوق ما تريد ثم غادر المحل مباشرة، غسل اليدين قبل الذهاب إلى السوق وبعده. يمكن الحفاظ على سلامتنا بإجراءات بسيطة.